على هامش استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27، مصر توقع اتفاقات شراكة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار. الاتفاقات تتضمن إنشاء أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح على أرض مصر بقدرة 10 جيجاوات، وتوفر نحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية. والرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج 15 ألف طن من تلك المادة. مشروعات ضخمة وطموحة كشفت عنها الحكومة تتماشى مع سياسة مصر لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة بجانب دعم أهدافها في مجال الحياد المناخي. وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أيمن ياسين، خبير تمويل واستثمار في وزارة التخطيط سابقا. مساء الخير أستاذ أيمن. في البداية، هل مصر لديها القدرات، لديها الإمكانيات الفنية والتقنية لكي تحقق هدف أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء؟ أهلا بحضرتك وشكرا على استضافتي في البرنامج مع حضرتك. طبعا مصر بتتمتع بالعديد من المزايا في كونها منطقة بها العديد من البحار، البحر الأبيض والبحر المتوسط، وطبعا نهر النيل. الشمس ساطعة، فمصر تعتبر من الدول التي يمكن الاستفادة منها في الطاقة الجديدة والمتجددة. احنا عندنا في أسوان بنبان، ده أكبر مجمع طاقة للطاقة الشمسية، ده موجود حاليا عندنا الرياح، ويمكن زي ما في الفاصل وضحوا ان في مشروع كبير بيتم التوقيع مع الامارات لانتاج 10 جيجا وات للرياح، للكهرباء من الرياح. مصر تخطط ان تصبح مركز اقليمي، ويمكن جعلت منطقه قناه السويس الاقتصاديه مركز اقليمي. عندنا سيمنز موجوده انها تعمل طاقه من او كهرباء من الهيدروجين الأخضر. عندنا ميرسك تعقدت وهناك مذكرة تفاهم مع مصر علشان إنتاج الوقود للسفن من الهيدروجين الأخضر. عندنا العديد من المشاريع نتيجة لوجود الأدوات والمقومات في مصر اللي تساعد على ذلك. أستاذ أيمن، يعني حضرتك أشرت إلى الهيدروجين الأخضر، والحكومة المصرية تنوي أن تستحوذ على حوالي 8% من سوق الهيدروجين عالميا. هل هذا الهدف سهل تحقيقه؟ نعم، سهل تحقيقه. يمكن ابتدينا بأول مشروع مع شركة ساكتك النرويجية، وده من خلال صندوق مصر السيادي، وده لان وجود الهيدروجين او الهيدروجين محتاج ان احنا نعمل H2O، بنفكك الهيدروجين من الاكسجين، وده بيتم في مصر من خلال المياه، وعندنا البحار زي ما قلت، البحر المتوسط والبحر الاحمر، ومنطقه قناه السويس الاقتصاديه تم استخدام هذا فيها. بيتم ده من خلال التحليل الكهربائي للميه، وده متوافر
في مصر، وده ممكن العمل عليه. مصر بتخطط انها تصبح مركز اقليمي، و42% من الكهرباء اللي في مصر يتم انتاجها من خلال الطاقه الخضراء. نعم، طيب اسمح لي أن نتوقف قليلا أستاذ أيمن مع بعض التغريدات التي تفاعلت مع هذا الملف، وأبدأ بتغريدة لمحمد المصري يقول فيها محمد حرفيا: طاقة الرياح هي مستقبل مصر. التغريدة التالية لسحر علي تقول فيها: في عظمة بتحصل في مصر ولمصر، محطة توليد كهربائية بطاقة 10 جيجاوات باستخدام طاقة الرياح، تصنيع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، وهيوفر كتير من البنزين والفحم والغاز. جون المصري يقول: السيسي والشيخ محمد بن زايد يوقعان اتفاقية لإنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بقدرة 10,000 ميجاوات. زي ما قلنا من زمان، مصر هتبقى في حد ذاتها أوبك الطاقة النظيفة. أخيرا هاني سري الدين يقول في تغريدته: ما تشهده قمة المناخ كوب 27 من طروحات وخطط يؤكد أن مصر مقبلة على قصة نجاح حقيقية تقوم على الاستثمار الانتقائي في إقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ذي العوائد الاقتصادية الكبيرة. فالتغيرات المناخية أصبحت تمثل التحدي الأخطر الذي يواجه الاقتصاد العالمي. بهذه المناسبة وبهذه التغريدة أستاذ أيمن، الحكومة تسعى لمراعاة البعد البيئي في 50% من المشروعات المستقبلية، لكن ذلك ربما سيكون له تداعيات على الصناعات التي تعتمد على الطاقة التقليدية. كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة دون ضرر؟ حاليا طبعا ده اتجاه عالمي لتحسين المناخ طبعا وتقليل الانبعاثات الكربونية. حاليا بيبتدي العالم كله يتجه إلى الطاقة الخضراء، مصر من ضمن هذه الدول. طبعا عندنا الغاز موجود بوفرة في مصر الحمد لله، وده بيتم تصديره حاليا لأوروبا. عندنا مشاكل في أوروبا للطاقة، مصر هتبقى هي مركز إقليمي يتم استخدامه لتصدير الطاقة. بالنسبة للصناعات، حضرتك ابتدت دلوقتي يتم دراسة عمل سيارات بالهيدروجين وسيارات كهربائية بدلا من السيارات اللي بتستخدم الوقود التقليدي وبتعمل على زيادة انبعاثات الكربونية. مصر كان ليها السبق في العديد من الإجراءات اللي تمت اتخاذها في مجال الطاقة الجديدة والطاقة الخضراء. مصر عملت منصة نوافي اللي دلوقتي دخلت فيها مقابل 48 دولة، ومصر احتلت المركز الأول في الدول دي، وعملت الحمد لله المنصة دي وابتدت جمعت عليها 10 مليار و7 من 10 دولار. وده يمكن السيد الرئيس السيسي أعلن أن حاليا المؤتمر المناخ ده مؤتمر تنفيذ مش مؤتمر تعهدات، وابتدى فعلا ابتدينا البدء التجريبي لأول مصنع هيدروجين في المنطقة. ده هيبتدي تصدير إنتاجه إلى أوروبا. فالفترة اللي جاية دي العديد من التغيرات ستطرأ على العالم، ومصر سيكون لها دور ريادي كمان، مش بس في الهيدروجين، كمان في التمويل الأخضر. طيب، مصر قامت بأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصدار سندات سيادية خضراء لتمويل المشروعات الخضراء. طيب اخيرا انا كنت عايز اكمل برضه بالنسبه للمشروعات التي تم توقيعها بين الحكومه المصريه وبين حكومه دوله الامارات العربيه المتحده لانشاء مشروعات لانتاج الطاقه المتجدده. طبعا هناك تكامل ما بين مصر والدول العربية، وده واضح جدا من التكامل الاقتصادي. ابتدينا يبقى في تداخل في العديد من المجالات. المنطقة العربية هي منطقة واعدة في الطاقة الجديدة. الإمارات هي لا تعتبر دولة أخرى، بل بالعكس هي شقيقة للدولة المصرية. تم التعاون معها في مجالات عديدة، ويمكن الفترة اللي فاتت شهدت العديد من الاستثمارات اللي دخلت مصر من الدول العربية وخاصة الإمارات. حاليا الإمارات داخلة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مع مصر،
في إنتاج الكهرباء من الرياح، وده هيعتبر أكبر مشروع لإنتاج 10 جيجا وات في العالم، وده طبعا هتبقى طفرة كبيرة جدا وهتدعم المنطقة، ومش بس هتخلي المنطقة إذا كانت المنطقة الخليجية بتعتمد على الوقود والبترول، فهيكون هناك مصادر أخرى نظيفة تقود العالم. حضرتك برضو الإمارات تعتبر من الدول اللي بتحتل مرتبة أولى في الانبعاثات الكربونية القليلة، لأنها من أقل الدول في الانبعاثات الكربونية وتعتبر من الدول الخضراء، فوجودها وتحالفها مع مصر ده بيدعم المنطقة بالكامل. وطبعا مصر فيها طاقة الرياح اللي بتعتبر مميزة بيها، لأن احنا عندنا مناطق بتعتبر من أفضل المناطق في العالم اللي يتم من خلالها إنتاج كهرباء من خلال الرياح. أشكرك، شكرا جزيلا للأستاذ أيمن سمير خبير تمويل واستثمار بوزارة التخطيط سابقا.